أخونا القطري عبد الله العذبة طلع في قناة الجزيرة فسألت المذيعة، قالت له عن منع القطري من الذهاب إلى الحج والعمرة. للتو وجهت سلطات المطار في جدة بعدم إركاب أي مواطن قطري يريد العمرة ووجهوا بذلك إلى الخطوط الجوية الكويتية. جاء الرد من الخطوط الجوية الكويتية من المسؤولين وعلى راسهم أخوي الحبيب يوسف عبد الحميد الجاسم. سمعوا ايش كان تصريحه بالحرف الواحد على موقع الخطوط الجوية الكويتية، بأن الشركة لم تتلقى من السلطات السعودية التوجيهات المشار إليها، بل تلقت توجيهات بالسماح للمواطنين القطريين بالسفر لأداء مناسك العمرة دون إذن مسبق من خلال مطاري الملك عبد العزيز في جدة والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. هذا كان رد الخطوط الجوية الكويتية يا أهلنا بقطر، يا حبايبنا بقطر، أداء العمرة والحج مفتوح لمن يرغب، ولا يمكن المملكة العربية السعودية تمنع أي إنسان أو أي مسلم لأداء العمرة والحج. هذا رد الخطوط الجوية الكويتية، واللي يبي يشوفه يروح الموقع الرسمي في تويتر على في موقع الخطوط الجوية الكويتية راح يلقى هذا التصريح. لذلك أقول لك يا أخوي العذبة، حقدك على المملكة العربية السعودية وكرهك للمملكة خلاك تعيش في عالم الهلوسة، عالم الهلوسة في الأكاذيب وتلفيق الأخبار، فعيب عليك.